السلام عليكم حبابي حبوباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ رجعت لكم بفيديو جديد باش نقول لكم باننا هذاك النهار اللي وقع فيه الفيضان بتنا كما قلت لكم بتنا في الطوموبيل الليله كلها. الخمسة الصباح جاء صاحب راجلي دانا مسكين قينا عندهم النهار كله كما قلت لكم، عطانا الحمام، عطانا الحوايج وصافي باش نبدلو، داروا لنا الغداء وكل شيء، وتعيطوا لنا مالي لا كومين، قالوا لنا راه كاينين واحد العائلات اللي هما كيكونوا مقيدين عند لا كومين كمتطوعين باش في حاله الطوارئ كيبيتوا الناس واحد الليله ولا جوج على ما الناس مساكني يتبرموا ويدوروا ويشوفوا شنو يديروا. فعلا مشينا عند هذوك العائله، صدقوا ناس مزيانين الله يعمرها دار، وصدقت هي المعلمه نتاع ولاد خويا وراجلها هو ولد الطبيب ديال عبوستي، يعني واخا مساكن ما كناش كنعرفوهم شخصيا، كنعرفوهم بالاسماء ديالهم. هما ساكنين في لاكومين ديالنا، غير هما جاو في العلو الله يعمرها دار مساكن، فرحوا بينا حتى هما. صبنات مسكينه حويجات، عطاتني حويجات، عطاتني يزور مسكينه جدادين في ميكا ديالهم، دات لنا حتى هي العشاء، عطاتنا البيت، عطاتنا لي كويت جبداتهم جدادين، الخدادي كلشي مكمس، كلشي حلاته قدامنا الله يعمر هذا. هذوك الناس زعما ما نكذبش عليكم، راهم مساكن زعما بحال المسلمين ولا اكثر، الله يعمر هذا. وحيت حنا في الحقيقه ما كنبغيوش نتقلو على الناس وما نبغيوش نعيو الناس بينا، نضنا في الصباح بكري، نضنا هذاك النهار كانها مسكينه موجده لنا الفطور، حتى هي نايضه لانها كتوجد القهوه وكتوجد الخبيز وكتوجد باش غادي تدي الناس اخرين اللي هما ما عندهمش حتى هما. بقينا كنعاونوها، عمرنا داك السكن، قادينا زينا حوايجنا ومشينا باش نشوفوا واحد لوطيل. لقينا هاد لوطيل هذا باش نجلسوا فيه واخا غير داك السيمين على ما نتبرموا. ولقينا هنايا صدفه ان هادو لي بومبي تاع جايين من النمسا، جايين من لوطريش، جايين باش بور بريتي مان فورت لي بومبي ديال لا بلجيك. راهم جاو لي بومبي ديال المان، جاو لي بومبي من لا هولاند، جاو كلشي باش يعاونوا الناس، باش يعاونوا بلجيكا، باش يبومبيو لو، باش يبومبيو داك الطرقان، يقادو الطرقان وداكشي باش الناس يقدو يبداو يدوزو، لان غادي يبداو يجيو الناس باش يخدمو، باش يعاونوا باش الطوموبيلات يمكن لهم يدوزو، لان كان بزاف ديال الحجر في الطرقان، وكان بزاف ديال الطرقان اللي كانوا تثقبو وتهرسو. ايوا شفناهم، عرفتي سي امبرسيونون، واحد العدد مع شحال هما سايقين الليل كله، توصلوا للصباح بكري هذا. المهم ديك الساعات ملي مشينا ما قبطناش هذاك الوطيل، بدلنا البرنامج لان بنتي عيطات لنا في هذيك الساعات اللي حنا مازالين عاد غادي ندخلوا باش نهضروا مع البنت مولات الوطيل. بنتي عيطات لنا وقالت لنا شنو كيفين راكم؟ قلنا راه حنا مشينا نشوفوا الوطيل، قالت لنا نو حبسوا، راه سيدي ربي جاب لنا ظهر. البو الاب ديال صاحبتها كان يلاه ماتلو باه هذا واحد العام والدار بقات خاويه، قال لها قولي لوالديك يجيو لهنايا يجلسوا، اجيو تسكنوا في الدار. ما تصوروش الفرحه، ما تصوروش الفرحه، كما كيقول لك المثال ما كيتسدوا بيبان حتى كيتحلوا بيبان. سيدي ربي يفتح علينا، وهذه راها نعمه من عند سيدي ربي، نعمه من عند سيدي ربي، نعم عليا بها سيدي ربي، وعتقني ما خلانيش كنتلوح في لوطيلات، ما خلانيش كنتلوح في ما عرفت فين. سيدي ربي حن علينا وكنحمدو ونشكرو يا ربي، كنحمدو ونشكرو، كنحمدو ونشكرو. ديك الساعة توت سويت هزينا الطونوبيل ومشينا، عطاتنا لادريسا درناها في جي بي اس ومشينا. ما كناش عارفين في الحقيقة فين، وهي راه ما كانتش بعيدة بزاف على فين راه حنا ساكنين في دارنا، واحد 4 ديال الكيلومتر في لا كومون، جاية في العلو لا فيل هولت. ما وصلوهمش هما الفيضانات. من بعد ان شاء الله ندير غادي نفيلم ان شاء الله الدار، ونحط هذاك الفيديو باش نوريكم الدار اللي رحنا فيها دابا، اللي حنا مستقرين فيها على ما نكملوا دارنا، واخا راه ماشي دارنا، نوريكم شويه الفيديو ان شاء الله يا ربي.